نجمة يارا بدي راح فيك على موقع بصراحة ويعطيك العافية. هذا تاني يوم تصوير لك اليوم. مرسي، الله يعافيكم. ايه تاني يوم تصوير مزبوط. خبرين أكثر عن الأغنية اللي عم يتم تصويرها اليوم وكيف أجواء التصوير. أغنية الألبوم، عنوان الألبوم عايش بعيوني، كلمة الراحل الياس ناصر وألحان طارق أبو جودة وتوزيع جامري رياشي، وتصوير إخراج لعنجد شويري. وأول نهار كان كتير حلو، في مفاجآت الكليب، في لوك، عدة لوكات جديد رح يشوفوني فيهم لأول مرة، وإن شاء الله رح يحبوه لأن أنا يعني الحمد لله يعني راضي وكتير مبسوطة فيه. يارا معروفة برومانسيتها وخجالة، وجد شويري معروف بأفكاره المجنونة، خبريني هيك كيف التقيتوا مع بعض؟ يعني مجنونة هلأ بالكليب على خجل على يارا يعني، فلا يعني أكيد انه كل شخص، كل فنان بيعطيه اللي هو بيلبق له واللي هو بحب انه يطلع فيه. اكيد يعني جاد معي، عارف شو بدي، عارف شو بحب، هيك مركز على القصص يعني اللي عمري اللي بين فيها بالنهارات مع الناس، غير اللي بيشوفوني فيها بالليل بالحفلات وبالقصص الغير. صداقتك مع عادل كرم موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي وعم نشوف الصور، معقول تكوني انت ضيفه اول حلقه من الموسم الجديد من هيدا حكي؟ حبيب قلبي عادل كرم بحبه كتير، بوجه له تحية، ومش معقول. إن شاء الله أكيد إنه رح كون افتتح الموسم الثاني لهيدا حكي، وكتير سعيدة أكيد ومحمسة لهيدا الشيء. شو صار هالصداقة؟ هل في قصص مشتركة؟ حب الحب يعني إنه لا بحبه كتير وبعزه كتير، وكنت من قبل يعني من قبل ما نتعرف شخصيا هيك لايف على بعض كنت كتير معجبة بتمثيله، كان كتير يضحكني يعني لدرجة قلت إنه لما أشوفه أول مرة بدي أضحك. لما حكيته على التليفون أول مرة يعني قالوا أنا صرت عم بضحك كل الوقت، ونفس الشيء هو كمان لما شافني كمان خبرني انه لما كان يحضرني ويشوفني حتى من اول كليب، من كليب توصفية، وكان كتير يعني اثنى على كل الاعمال اللي انا عملتها، وان شاء الله محضرين مفاجاه بعدين انا وياه ما بنقدر نقول هلا، خبرناها بس عبر بصراحه. بيارا تجديد العقد مع بياجي، هل حيتم تجديد العقد؟ تم تجديد العقد، وانا اكيد سعيده بهذا الشيء وبيشرفني، واثنيناتنا يعني كثير سعداء، وان شاء الله نقدر هالسنه نضيف قصص هيك جديده ونشاطات جديده لبياجي ولالي. انا اخرك على التصوير، ببدا نعرف مين اهتم باطلالتك اليوم. دائما اللي بيهتموا فيي اكيد زكريا من صالون يحيى وزكريا شعري وميك اب فادي قطايا، والتيبي ستايلست مندي مرعب، ومرسي لجاد ولكل الكرو اكيد ولكم ولا بصراحه. مرسي لكم، مرسي. بقى اخذين لسان عم تعمل شوبينج وبصير هيك قصص طريفه بال هيك سيتويشنز مهضومين، وسيتويشنز مهضومين معاكسه غراميات، كل شخص مغروم بعيشها وكل شخص مش مغروم بيتمنى انه تصير معه. انا شوي عملت شيء كلاسيكي بس فيه شعطه، ويارا يمكن شوي اذا بدك هيك شوي ارتاحت على انه كتير تكون هيك صامدة ورايقة، وهيك خليتها تكون عايشة بلا ما اكيد انه تتخطى يمكن طريق وسكة هي رسمتها لحالها، بس رح نشوف يارا طالع هيك شوي من حالها، يعني مرتاحة مع حالها. يارا بنت بتنكت مهضومة، منا هالقد جامدة يمكن بالحياة، فهيدا الشيء انا حبيت فرجي بالكليب. كان اكيد كل البروفيشنالز عم بيشتغلوا معنا، ويومين تصوير، يوم بقصر بستوس، يوم هون بالصيفي وبمريم خايل. شو بعد بدي خبرك، الكليب كلاسيكي فيه نظره استاتيك جديده، والمونتاج لازم بظرف جمعتين يكون حاضر يعني.